الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في درس آخر من دروس كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، نتدارس عددا من الأحاديث في ذلك، فليتفضل القاري مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: إن مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاءنا في مسجدنا هذا فقال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال: وذلك في غير حين صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع فكبر، ثم رفع رأسه فقام هنيه، ثم انصب فسجد، ثم رفع رأسه هنيه، فصلى صلاة عمرو بن سلمة رضي الله عنهما شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، وكان يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واستوى قاعدا واعتمد على الأرض ثم نهض. قال: وحدثنا مالك رضي الله عنه: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا ورأى شوقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا في أهلنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وانصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فقال لنا: فإذا أنتما خرجتما وحضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. قوله: إن مالك بن الحويرث ومن الصحابة رضي الله عنه جاءنا في مسجدنا هذا فقال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه ذهاب الإنسان إلى من يعلمهم ويدرسهم، وفيه مشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا كانوا يحرصون على نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز أداء الصلاة من أجل أن يكون ذلك تعليما للآخرين ودرسا لبيان كيفية الصلاة، فهو هنا صلى بالناس لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولذا قال: وذلك في غير حين صلاة، يعني في غير أوقات الصلوات المفروضة. قوله: فقام فأمكن القيام، فيه مشروعية القيام في الصلاة، وقال: ثم ركع فأمكن الركوع فكبر، يعني قبل أن يركع كبر، ففي هذا مشروعية الركوع ومشروعية الطمأنينة في الركوع وبداية الركوع بالتكبير. قال: ثم رفع رأسه فقام هنية، وفيه الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. قال: ثم انصب فسجد، فيه ذكر صفة انتقال الإنسان من القيام إلى
السجود. قال ثم رفع رأسه هنية، فيه الجلسة بين السجدتين حيث يمكث. وفي هذا دلالة على أنه لا يلزم تساوي أركان الصلاة في مقدار وقتها. قوله فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا، هذا فيه ثناء الإنسان على صلاة الآخرين وأمر الناس بالاقتداء بصلاة إمام بعينه. وقوله كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، وقوله إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واستوى قاعدا، فيه ذكر جلسة الاستراحة. ومالك بن الحويرث قد ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الرواة لم يذكروا هذه الجلسة. ومالك بن الحويرث من آخر من روى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طائفة نرجح رواية الأكثر التي ليس فيها ذكر جلسة الاستراحة، ولكن حديث مالك حديث صحيح، ولا يصح أن يوصف بالشذوذ لأن الوقائع مختلفة، فليس زمان رواية الجماعة هو زمان رواية مالك. ولذا فالأظهر أن رواية مالك بن الحويرث هي المتأخرة. ولذا قال طائفة بأن هذه الجلسة إنما جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسن وكبرت سنه، فكان يجلس لأجل راحته، ولذا رأوا أنها للراحة تكون للكبير ونحوه، ولذا قالوا بأنها من المباحات. والأظهر أنها فعل نبوي داخل الصلاة فتكون جزءا منه، ومن ثم فالأظهر استحبابها لمن كان منفردا أو كان إماما. وأما المأموم فإنه يتابع إمامه، فإن لم يكن إمامه يجلس للاستراحة لم يجلس لها. وقوله وكان يتم التكبير فيه مشروعية التكبيرات في الانتقال. كان بعض الصحابة لا يرى التكبير عند الانتقال في الصلاة، ولكن الأحاديث قد تتابعت في إثبات التكبير عند الانتقال في الصلاة، ولذا قال هنا وكان يتم التكبير. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. قال أيوب السختياني ابن أبي تميمة كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، ويقصد بذلك جلسة الاستراحة. وقوله هنا وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واستوى قاعدا واعتمد على الأرض ثم نهض، فيه الاعتماد على الأرض إذا قام من الركعة. وقوله مالك بن الحويرث أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شببة متقاربون، فيه الرحلة في طلب العلم كما رحل مالك ومن معه. وفي الحديث دليل على مشروعية إقامة الدورات العلمية التي تكون لوقت محدد يفد الناس إليها فيتدارسون فيها. وقوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا في لفظ رقيقا، فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، فيه الحث على الرحمة في التعامل. وقوله
فلما ظن أن قد اشتقنا أهلنا أو اشتهينا أهلنا ورأى شوقنا إلى أهلنا فيه تفقد حاجات الآخرين والنظر فيما يمكن أن يكون حاجة لهم ولو لم يتكلموا به. قال: سألنا عمن تركنا في أهلنا بعدنا، فيه السؤال عن الآخرين وعن قراباتهم والتأكد من أحوالهم. وقوله هنا ارجعوا إلى أهليكم فيه ترغيب الإنسان في العودة إلى أهله بعد انقضاء نهمته. وقوله فأقيموا فيهم الصلاة فيه مشروعية إقامة الصلاة جماعة في البلدان والقرى، وفي الحديث مشروعية تعليم الآخرين كيفية الصلاة فروض الصلاة، ولقوله هنا وعلموهم ومروهم. وفي الحديث أن الصلوات لها أوقات محددة، لا بد أن تؤدى الصلاة في أوقاتها. وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فيه أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن تكون مشروعة، وأنه يستحب الاقتداء به فيها. قال: وانصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب لي، فقال لنا: فإذا أنتما خرجتما وحضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما. في هذا من الفوائد مشروعية الأذان للمسافر إذا كان المسافرون جماعة، ومن ذلك يؤخذ مشروعية الإقامة أيضا. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن السفر إنما يؤذن فيه مؤذن واحد. وقوله هنا فليؤذن لكما أحدكما كأنها على التساوي، وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر مميزات يتميز بها بعض الأئمة على بعض، بحيث إذا حصل نزاع لوحظت تلك الصفات. وقوله ثم أقيما وليؤمكما أكبركما، وذلك أن هؤلاء الشبابة في الغالب أنهم متساوون في حفظ الكتاب ومعرفته وفي معرفة السنة، ولذا أرشدهم إلى اختيار الأكبر. في هذا أنهم إذا استووا في القراءة والفقه فإنه يلتفت إلى السن، فيكون الأكبر هو المقدم في الإمامة. أحسن الله إليكم. قال عن نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة ذات برد وريح بضجنان، ثم قال: ألا صلوا في رحالكم؟ فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. قوله هنا أذن ابن عمر في ليلة باردة فيه مشروعية الأذان للمسافر. وقوله في ليلة باردة ذات برد وريح بضجنان، وفي هذا مشروعية إقامة الأذان حتى ولو لم يكن الناس قادرين على أداء الصلاة جماعة. وضجنان جبل في ناحية من نواحي مكة. ثم قال: ألا صلوا في رحالكم، وذلك أنهم كانوا مسافرين ومكانهم الذي يأويهم هو الرحال، بينما في حديث ابن عباس أنه أمر مناديه أن ينادي الصلاة في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، لأنهم كانوا مقيمين. قال: فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال. فيه مشروعية الأذان في الأسفار
وأنه يكتفى بمؤذن واحد، وأنه عند وجود العذر من البرد الشديد أو المطر فإنه يقال للناس صلوا في رحالكم. وفي هذا دليل على أنه في حال المطر الذي يخشى على الإنسان منه يجوز أن يصلي الإنسان في بيته ولا يلزمه أن يصلي في المسجد. صلى الله عليكم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة. قول أبي قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الحرص على الاقتداء بأهل الخير والصلاح ليصلى خلفهم. قوله: إذ سمع جلبة رجال، يعني صوتا شديدا يصطرونه، لأنهم قدموا وأرادوا أن يدركوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما صلى قال: ما شأنكم؟ فيه أن المصلي لا يتكلم ولا يسأل عما حوله، وأنه إذا فرغ من الصلاة سأل عن الحال، ولذا قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، أي أنهم سعوا إلى الصلاة ليدركوها. وفي هذا بيان أن الإنسان يقوم مع الإمام للصلاة حال قيامه عند الإقامة. وقال: فلا تفعلوا، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تستعجلوا بالذهاب للصلاة، وإنما تأنوا. في هذا التأني في الذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة. وقال: إذا أتيتم الصلاة، يعني إذا ذهبتم إلى موطن الصلاة، فعليكم بالسكينة. فيه الترغيب في السكينة عند الذهاب لأداء الصلاة. قال: فما أدركتم، يعني من الصلوات، فصلوا. فإذا جاء الإنسان إلى المسجد والإمام يصلي دخل معه أياً كان حاله في هذه الصلاة. ومن ذلك لو جاء والإمام في التشهد الأخير فإننا نقول بأنه يدخل مع الإمام، حتى ولو غلب على ظنه وجود جماعة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. وقوله هنا: وما فاتكم فأتموا، فيه دلالة على أن المسبوق إذا أدى الصلاة بعد سلام إمامه أن تلك الصلاة تعتبر تتمة، بمعنى أنها آخر صلاته. وقوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فيه أن الناس لا يقومون لأداء الصلاة إلا عند حضور إمامهم. وفي الحديث استحباب التأني والهدوء والسكينة في الذهاب إلى المسجد. وقوله: وما فاتكم فأتموا، وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني انتظروا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. قال: وعليكم بالسكينة. صلى الله عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تأتوها تسعون ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قوله: إذا سمعتم الإقامة، فيه مشروعية رفع الصوت بالإقامة ليسمعها من كان قريبا. قوله: فامشوا إلى الصلاة، فيه استحباب
المشي إلى الصلوات ومنها صلاة الجمعة. وقوله وعليكم بالسكينة والوقار، السكينة هدوء وطمأنينة في قلب الإنسان، الوقار صفة ظاهرة لأعضاء بدنه. في هذا أمر من سار إلى الصلاة بالسكينة والوقار. قوله ولا تأتوها تسعون، أي أنه عند إقامة الصلاة لتكن خطواتكم على معتادكم في مشيكم. وفي هذا أنه لا يسعى إلى الصلاة وإنما يتأنى بحيث يسير عليها بسكينة ووقار. أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يناجيه في جانب المسجد فحبسه بعدما أقيمت الصلاة فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ثم قام فصلى. قوله أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل بناحية في جانب المسجد، يعني أنه استوقفه وذلك ليسأله، قال فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، يعني أن هذا الرجل أوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه أخرت الصلاة من أجله، مع أن الإقامة قد تم إلقاؤها. قال فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، فلما قام إلى الصلاة فما قام إلى الصلاة، يعني أن الرجل حبس النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الصلاة بعدما أقيمت الصلاة. قال فما قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصلاة حتى نام القوم، وذلك لتأخر هذا الرجل وتأخيره للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قام فصلى وأدى الركعتين. بارك الله فيكم وأسعدكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، غفر الله ذنوبكم ويسر أموركم وأصلح ذراريكم، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.